ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، والفيديو النهاردة عن منتج انا جبته وجربته، ومعرفش انا بقالي كده مدة حظي في المنتجات اللي كنت بجيبها سيئة للغاية. معرفش بقى ده يعني ده عشان انا ما كنت بشوف ريفيوهات ولا فيديوهات عنها قبل ما اشتريها ولا ايه، لان انا عادة بحب اتفرج على ريفيو او على فيديوهات كتيرة ناس جابت الحاجة دي وجربتها عشان اشتريها، بس انا الفترة دي ما كنتش بتفرج، وللأسف اشتريت من غير كده زي ما بيقولوا على عمى، وكانت النتيجة سيئة للغاية. يعني اي نعم ماشي، ناس كتير هتقولي ما تيجي جايبة حاجات رخيصة. على فكرة يا جماعة، في حاجات كتيرة قوي بتبقى رخيصة وبتجيب نتيجة. في فيديوهات هعملها بعد كده عن منتجات كنت جايباها من مصر كانت رخيصة وكانت ممتازة، بس الفكرة ان في حاجات كده وحاجات كده، مش كل الحاجات بتكون كويسة. مفروض ان دي كبسولات فيتامين اي، انا كنت شاكة فيها من البداية، بس انا كنت بشوف كده اوقات الفيديوهات ان بيبقى ده شكل كبسولة كده بتتقطع وبتطلع منها مادة بتبقى شفافة وتحطيها على البشرة بتتشربها زي بالظبط كبسولات فيتامين اي اللي احنا بنشتريها من الصيدلية دي وبنخرمها وبننزل منها الليكويد بتاعها، لكن دي ما كانش فيها كده خالص. دي مبدئيا الكبسولات، اولا الكبسولة مش مدورة، كبسولة كده طويلة تمام، بتقصيها المادة اللي بتطلع منها لونها ابيض ابيض غامق زي لون الغطا كده، تحطيه على وشك، ريحتها وحشة جدا. ماشي، هي ريحتها عموما الكبسولات بتاعت فيتامين اي ما بتبقاش حلوة، بس دي ريحتها سيئة جدا. لما بتيجي بتحطيها على وشك، الوش مش بيتشربها، لا تحسي كأنك عاملة ماسك ابيض. فبدل ما بدأت استخدمها بدأت اسيبها، اقول يمكن هتتشربها، يمكن هتاخد وقت، بسيبها نص ساعة، ساعة الا ربع، اوقات كنت بسيبها اكتر من ساعة، مع ذلك الوش مش بيتشربها. طب تمام خلاص، يمكن مثلا هو كده ومش هتتشربها واخدت الافادة وده هيتغسل، اجي اغسلها الوش بتبقى كأنك حاطة عليه زبدة، حاطة عليه سمنة، لزج جدا ومش حلو ومش بينضف، بتحتاجي تغسليه مرة واتنين واوقات تلاتة بغسول الوش عشان الوش ينضف. بحس ان بشرتي بتتبهدل بعدها. انا قلت يمكن العيب في بشرتي، وبدأت استخدم بالفعل منه كتير. وعلى فكرة المفروض العلبة دي فيها 90 كبسولة، والكبسولة اصلا لوحدها بتتباع لوحدها، مش رخيصة، بتتباع لوحدها الواحدة ب2 جنيه يعني، ودي اصلا العلبة ب90 يعني، حتى لو اشتريتي العلبة يعني هتشتري العلبة ب90 جنيه، ده لو عملوا لك تخفيض فيها يعني انت شاري علبة. لكن ان الكبسولة ب2 جنيه بالمنظر السيء ده، لا دي فاشلة 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 فشل ذريع. يعني ده على الاقل لما بنجيب كبسولات فيتامين اي من الصيدليه، الشريط ب9 جنيه وفي 10 بس بتلاقي منه افاده لوشك، لكن دي فاشله خالص فاشله، وحرام ان هي دفع فيها فلوس، اصلا كنت جايباها من مصر مش من هنا بالمناسبه. فنصيحه عشان بس ما حدش يقول لي انت عشان المنتجات اللي بتجيبيها من السعوديه بتبقى حلوه والمنتجات اللي بتجيبيها من مصر بتبقى وحشه، لا خالص يا جماعه. كنت انا عامله فيديو الجا قبل كده، المنتج ده كان كويس جدا، مستحضر طبي، وكنت جايباه من صيدليه عاديه وكنت جايباه من مصر. فزي ما في هنا منتجات حلوه، في برضو منتجات وحشه، والعكس صحيح. فاي حد هيقدم على تجربه ان هو يجيب الكبسولات دي، نصيحه ما يجيبهاش، ان ده اختراع فاشل. ولو عجبك الفيديو متنساش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا وباي باي.